أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة موقف مصر الثابت بشأن دعم الشعب والقضية الفلسطينية. وخلال لقائه مع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، أشار محافظ شمال سيناء إلى أن مصر لم تتخلى أبدا عن أشقائها العرب وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر تقوم بدور كبير لاحتواء التصعيد في قطاع غزة. من جانبه وجه السفير الفلسطيني لدى القاهرة الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في خدمة العرب والفلسطينيين، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات المتنوعة إلى أهالي القطاع وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية. بنرحب بالإخوة أهالي فلسطين، وبنأكد معاهم وبنوعدهم إن احنا دايما هنكون السند الأمين لهم في كفاحهم المشروع ضد العدو الإسرائيلي. نحن جئنا اليوم ونحن وأنتم على خط التماس المباشر مع أهلنا وشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر، واليوم تطوي الحرب يومها 40. هذا اليوم حتى هذه اللحظة لا زالت القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل وآلتها العسكرية الحربية تقصف وتدمر وتقتل وتستهدف كل شيء يمت للوطنية الفلسطينية بصلة. حتى هذه اللحظة لدينا أكثر من 50,000 مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب ومفقود، ما زال تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة.